بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنتحدث إن شاء الله في المحاضرة الرابعة في مساق حلقة بحث، وإحنا المحاضرة السابقة تطرقنا إلى العديد من الأمور بما يخص كيفية قراءة الريزلتس والماتيريالز والميثودز وقراءة الدسكشن وما إلى ذلك. كما ذكرنا خواص وصفات كل صنف أو فقرة أو جزئية من الساينتفك بيبر. اليوم يعني هي تقريبا ملخص لما سبق، وكيف إن احنا يعني نتأكد إن احنا قرأنا وفهمنا الساينتفك بيبر بشكل جيد، وكيف نعرف إنه احنا استطعنا انه ناخذ البيانات وناخذ المفاهيم والمعارف اللي احنا كنا بنبحث عنها. بيقول لي هنا take notes as you read، هنا يعني اجمالي وبعض النصائح. ان اخذك لان النوتس خلال قراءه الساينتفك بيبر هي مهمه جدا، لانه كتابتك للنوتس بتدل على انه انت يعني تقرا وتفهم. النوتس بترتب الأفكار، والنوتس بتعطيك يعني إيحاء بالجدية خلال قراءتك للبيبر. والنوتس كمان هي الدوكيمنت جيد بالنسبة إليك، لو أنت حبيت ترجع تاني بعد فترة حتلاقي إنه الأمور ملخصة وجيدة. وهذه عادة أكاديمية جيدة ومنيحة تكون عندك على أساس إنه أنت يعني تتقيد فيها وتصبح هي عادة عندك لقراءة الساينتفك بيبرز، هتلاقي انه الامور يعني ميسرة وسهلة. بقول effective readers take notes، القارئ الفعال والقارئ الجدي بياخد الملاحظات. it improves recall and comprehension، هي بتحسن وتحفز على الريكول، استدراك واستذكار المعلومة وفهم المعلومات اللي موجودة في الساينتفك بيبر. فأنت لما بتقرأ في الساينتفك بيبر أنت بتعطيك إيحاء وبتعطيك دفعة نفسية وعقلية إنه أنت تفهم أكثر وتستوعب أكثر وتكون الأمور يعني ماشية بشكل جيد. You may think you will remember everything you read in researching class sign assignments, professional paper proposals or your thesis, but details will slip away. قد تعتقد انه عندما تقرأ scientific papers انه انت يعني التفاصيل اللي كنت تبحث عنها والتفاصيل المهمة الموجودة في scientific paper انه انت راح تتذكرها بسهولة، لانه انت بتقرأها في الوقت الحالي وبالتالي انت مش هتنساها. لكن تأكد تماما انه التفاصيل اللي انت بتتكلم عنها سرعان ما ستنسى، وستضطر في النهاية إلى قراءة الساينتفك بيبر مرة أخرى. طبعا هذا في مضيعة للوقت والجهد، وبالتالي أخذك للنوتس سيوفر عليك العديد من إضاعة الوقت والجهد. بقول لي develop a template for recording notes on article you read، هذه طبعا يعني نقطة مهمة وأهم شيء في هذه المحاضرة، انه انت لما بدك تاخذ نوتس عشان عمليه كتابه النوتس ما تكونش عشوائيه وما تكونش فوضويه، في هناك تمبليت لاخذ النوتس وترتيب النوتس. ايش يعني؟ يعني احنا لما بدنا ناخذ النوتس بدنا نرتب النوتس. طب انت بدك تاخذ النوتس مثلا، بدك تكتب نوتس عن طريقه الميثودولوجي، بدك تكتب نوتس عن رايك في الـ في الـ في الـ في الساينتفك بيبر اللي انت قريتها، تكتب نوتس عن المعلومات الجديدة اللي انت اخذتها. الان هذه الامور بدها ترتيب وتنظيم، عشان لما انت تقرأ scientific papers متعددة ومختلفة على اساس انه انت مهتم في موضوع معين، وبالتالي انت هذه النوتس اللي انت كتبتها هي بحتاجة الى تنظيم وبحتاجة الى ترتيب. فهناك في تمبليتس، التمبليتس هذه موجودة اكثر من شكل، تستطيع انك انت تجدها في النت او انت بنفسك يعني تصمم تمبليت مريح لك، وبالتالي بتصير هذا التمبليت معتمد بالنسبة لك وبتعبيه بشكل نوتس على كل scientific paper. يعني كل scientific paper هتلاقي انه في له تمبليت انت معبيه
وهذا التمليت هو عبارة عن النوتس اللي أنت استطعت أن تستخلصها من هذا الصندوق البيضاء. As you accumulate large collection of articles, هنا هي الإشكالية ومبرر استعمالك للتمليت. إنه أنت لما بدك تقرأ large amount of articles, طبعا هنا بتتحتم الأمر عليك أنك أنت ترتب أمورك في تمليتس, والتمليتس تحتوي على النوتس اللي هي كل تمليت واحدة إلها لا بتخص بيبر سنتريك بيبر معين. لانه لما انت بتعمل دراسات مثلا سواء في الماجستير او مثلا في الدكتوراه او انت بتبحث في موضوع معين, انت ممكن تقرا مثلا 20 30 40 50 سنتريك بيبر. طيب الان هذول السنتريك بيبر المعلومات اللي انت اخذتها وخلال دراستك في مسيرتك التعليميه, انت كيف بدك تركزها, انت كيف بدك ترتبها؟ وبالتالي يجب ان يكون هناك تمبليتس. كل ساينتفك ارتكل له تمبليت محدد, بقول لي this template will help you distinguish articles and quickly locate the correct reference for your own writing. طبعا التمبليت بترتب امورك وبترتب بتعمل distinguishing ما بين الساينتفك بيبرز, لانه انت لما قرات هذه وقرات هذه واكيد انت الساينتفك بيبرز اللي قراتهم ما كانش نسخ ونفس الموضوع بالذات ونفس البروسيجر, اكيد انت وجدت في البيبر هذا شيء مختلف عن هذا حتى لو كان بتدور حول نفس النقطه العلميه. لكن كل ساينتفك بيبر بياخذ الامور من جانب معين, فهذه الجوانب المختلفه هي النوتس اللي بتسعفك وبتذكرك فيها, وبالتالي بيصير الامر عند كتابتك للثيسز بيكون يعني الامر ميسر لك. ذا تايم سبنت فيلينج, طبعا في ناس حتقول لك طيب هو انا لما بدي اقرا ساينتفك بيبر معين لسه انا بدي اقعد اعمل نوتس وبدي اكتب شوي عن الباك جراوند وشوي عن الداتا اللي انا اخذتها ولسه بدي, طب هذا ما هيك في مضيع الوقت؟ بنقول لك ماشي, انت يعني يو سبيند تايم ديورينج رايتنج نوتس, لكن اذا ما كتبتش النوتس, اذا ما كتبتش النوتس وترجع تقرا الساينتفك بيبر مره اخرى بعد شهر او شهرين, هتجد نفسك انه انت قضيت او امضيت او اهدرت وقت اكثر بكثير من الوقت اللي انت ستنفقه في كتابة النوتس. وبالتالي انت هنا يعني بين امرين, كتابة النوتس عبر تمبليتس بيوفر عليك وقت وجهد اكثر بكثير مما لو ما كتبتش ورجعت تقرأ الساينتفك بيبرز تاني, لانه الساينتفك بيبرز انت اللي بتقرأ تاني حياخد منك ممكن ساعة او ساعتين, واذا كان انت اخذت التمبليت مراجعتك للتمبليت مش هتاخد منك اكثر من 10 دقائق. وبالتالي تخيل انه لما يكون عندك في 50-60 scientific papers وانت بدك ترجع وتشوف مين اللي انت اخذت منه المعلومة الفلانية ومين مين في بدك اخذت منه المعلومة اللي بتهمك في البروسيجر وما الى ذلك, هتلاقي ان النوتس هيوفر عليك جهد ووقت يعني بشكل كبير جدا. هذه يعني تمبليت موجودة يعني جبناها من النت, طبعا مش هي التمبليت الوحيدة, ممكن تلاقي تمبليت يعني تانية مصنفة أو مرتبة بطريقة تانية, أو ممكن أنت نفسك يعني تصمم لك تمبليت مريح لك. أيا كان المهم أنه التمبليت يكون يحتوي على المفاصل الرئيسية والهامة اللي بتهمك أنت كباحث في عملية حفظك للساينتفك بيبرز ورجوعك إلها وتلاقي المعلومة اللي بدك إياها لما ترجع. هنا بيقول لي مثلاً الـ title of article, الـ publication, الـ journal اللي عملت فيها ما انتشرت فيها المجلة, التاريخ النشر, الـ authors مين هم. احنا قلنا هذا المعلومات مهمة جداً لأنه احنا قلنا لازم تطلع الـ authors وتطلع المجلة والأمور هذه. الـ background هنا شوية بدك تكتب, هنا بتكون عندك الفقرة وهنا انت بتعبيها, بتكتب شوية باك جراوند هي عن ايش بتحكي الموضوع, شو بشكل عام الميثودز والنيتشر اوف ذس ستدي, ايش طبيعة الستدي هذه اللي عملوها وايش الميثودز. طبعا انت هنا بتكتب يعني هيدلاينز بشكل مش مفصل, بشكل يعني عام, ومفاصل أساسية الريزلتس ايش اهم من النتائج اللي طلع فيها والداتا اللي ظهرت معاه في النتائج. الريزلتس هنا ان الداتا بقول لي وات از ذا موست سترايكينج اباوت ذا داتا, ممكن تقول لي ما هي الريزلتس هي الداتا, لا هي الريزلتس
اللي هنا بشكل عام النتائج اللي حصل عليها، الداتا اللي هي اكثر داتا كان هو يعني مركز عليها او انت بتهمك، وايش اللي هي اللي عملت بالنسبه لك يعني انترستنج في الموضوع، ايش الكونكلوجن يعني فقره او فقرتين، والنكست ستيب وات از ذا امبلايد اوف اور بروبوزد فور فيوتشر ستادي، المفروض ايش هو يعني النكست ستيب تكون بعد احنا ما قرانا، طيب ايش الخطوه اللي بعديها في البحث العلمي المفروض يصير. significant اللي هنا ايش الاهميه العلميه بالنسبه لك انت كباحث اللي وجدتها في هذا البيبر، يعني انا ميجي اسالك بقول لك هذا البيبر لقيته انت مهم، لقيته significant، لقيته يعني ذو جدوى، هتقول لي اه طب ليش؟ هتكتب هنا. هذا طبعا كويس لانه انت لما ترجع بعد شهر شهرين بتكون انت نسيت الساينتفك بيبر هذا، هترجع تقرا هذا الملخص هتلاقي انه في جواب شافي، بدل ما تروح ترجع تقرا 10 صفحات وتعوم تاني كمان مره زي ما عملت اول مره. فالاهميه البيبر بتكتبها هنا، وانت بتكتب في الاخر ماي ثوتس اند كويستشنز، انت بتحط افكارك هنا، ايش استفساراتك الخاصه فيك بما يخص هذا الساينتفك بيبر. صدقا اذا انت بتعتمد طريقه التمبليت هذه بعد اشهر او بعد سنه انت مش محتاج ترجع للبيبر تقراه مره اخرى، يكفيك التمبليت اللي هنا. وبالتالي تخيل انه هذا عندك تمبليت ل 50 او 60 او 100 ساينتفك بيبرز، وانت بدك الان تكتب بالثيسس تبعتك وبدك تستعين بالساينتفك بيبرز اللي انت انتقيتهم، فتخيل انه انت بدك ترجع تقرا 100 ساينتفك بيبر كم 100 ساعه او كم 200 ساعه بدك تقضيها، لكن خلال تصنيفك وتلخيصك النوتس وتعبئتك للتمبليت النوتس لكل ساينتفك بيبر، هتلاقي انه انت ايه انه انت وفرت جهد ووقت بشكل كبير جدا. After reading الآن بعد القراءة وخلصت من قراءة الساينتفك بيبر، في بعض النصائح السريعة بيقول لك After reading ask yourself these questions، الآن بعد أنت ما قرأت البيبر وبتدقيق ويعني تعمعنت وتفحصت فيها بشكل يعني دقيق، اسأل نفسك الأسئلة هذه عشان تقدر أنت تميز أنه أنت هذا الموضوع غير النوتس، النوتس أنت لخصتها ورفعت على شقة لما ترجع لها تاني، لكن انت بعد ما قرأت الساينتفك بيبر انت بتسأل نفسك اسئلة حتى تتأكد انه انت يعني فهمت قراءة الساينتفك بيبر بشكل يعني جدي ومهم. What specific problem does this research address؟ هي ايش هو المشكلة الاساسية اللي كان مهتم فيها هذا البحث؟ Why it is important؟ طب هي ليش مهمة؟ هذا مهم جدا، ليش الباحث ايش هو المشكلة الاساسية اللي كان بتطرق لها الباحث؟ وليش هي كانت مهمة؟ ايش اهميتها؟ Is the method used a good one؟ هل هو اتبع الخطوات الميثودولوجي بشكل جيد، ولا هو اتبع طريقة معقدة، أو اتبع طريقة مفصلة أكثر من اللازم، أو اتبع طريقة مكلفة ماديا، أو اتبع طريقة قديمة وفي طرق أحدث؟ هذه كلها ملاحظات عن الميثودولوجي أنت يجب أن يكون لك رأي فيها. وإيش the best one؟ طب إذا كان هو مش ما اتبعش الطريقة الصحيحة المفروض يتبعها، طب إيش هي الطريقة الصحيحة؟ ممكن الطريقة اللي اتبعها الكاتب تكون مكلفة كتير أكثر من إمكانيات الناس العاديين، ممكن تكون قديمة، ممكن تكون طويلة أكثر من اللازم وفي طرق أفضل منها وهكذا. What are the specific findings؟ إيش النتائج اللي حصل عليها بشكل مفصل؟ إيش النتائج اللي حصل عليها بشكل مفصل؟ Am I able to summarize them in one or two sentences؟ هل الـ findings اللي حصل عليها واللي وجدها، هل انا ممكن الخصها في جمله او جملتين حتى تكون يعني مفهومه ومعروفه بشكل كويس؟ Are the findings supported by persuasive evidence؟ هل المعلومات اللي وجدها مقنعه؟ هل هي وجدت لديك اقناع وانت مقتنع فيها؟ Is there an alternative interpretation؟ هل هناك interpretation آخر غير الانتربريتيشنز اللي هو اعتمدوا عليه الباحثين، أو هل هناك انتربريتيشن لم يذكروها أنت حابب تذكرها؟ هذا طبعا تفكير متقدم وجيد إذا أنت بتجاوب على الأسئلة هذه. How are the findings unique؟ إلى أي مدى يعني إلى أي درجة كانت فريدة من نوعها وكانت يعني مميزة؟ إلى أي مدى كانت جديدة؟
مش طبيعية وداعمة للمعارف العلمية في هذا الحقل. إذا يعني هل هي المعلومات اللي وجدوها اللي وجدتها أنت في هذا السنة بيبر، هل هي فعلا فريدة من نوعها وجديدة وداعمة ولا تقليدية ولم تضيف شيء؟ How do these results related to the work I am interested in؟ هل النتائج اللي أنت وجدتها هل هي أضافت شيء إلى الموضوع اللي أنت مهتم فيه، ولا أنت يعني أضعت وقت من غير فائدة فيها؟ To other work I have read about، what are some of the specific applications of the ideas present here؟ إيش الأفكار اللي ممكن إن إحنا نقوم بتطبيقها على أرض الواقع اللي مستخلصة من هذا scientific papers؟ يعني هل هذا النتائج اللي إحنا حصلنا عليها هل هي نتائج applicable؟ هل هي ممكن تطبيقها ولا هي كانت نتائج فقط نظرية؟ هذا كمان مهم جدا، لأنه إحنا دراستنا في التحاليل الطبية هي دراسة applicable science، وبالتالي هل النتائج كانت يعني ممكن تطبيقها على أرض الواقع وتطوير الأمور اللي متعلقة بهذا الجانب؟ What are some further experiments؟ إيش ممكن يكون في تجارب أخرى تجيب على الأسئلة اللي فاضلة في هذا الإطار؟ بقول لي هنا struggle with paper، هذه بعض النصائح السريعة. أنت بدك تعمل تقرأ scientific paper ك يعني كمعلومة تستحق الاهتمام وانك تفرز لها مزيد من الوقت والجهد والطاقة، وهي قلنا مش قراءة قصة للتسلية، فانت بدك تعمل استراجل، انت بتعمل مكافح، انت بتكافح خلال عملية قراءتك للسنت بيبر، انت بتكافح. فبقول لك active not passive reading، active يعني ان انت بتاخذ بتقراها بتمعن وبتاخذ نوتس وبترسم جرافز وهكذا، فهذا بسموه active reading. الباسيف هي قراءة مسترسلة من غير تركيز. use highlighter، هات لك قلم فوسفور وعلم على المناطق اللي والجمل المهمة. underline text، أخذ خطوط. scribble comments، أكتب comments or question، يعني هذه الأمور خلال عملية القراءة جيدة. if at first you don't understand read and reread، إذا أنت ما فهمتش أول مرة مش عيب، مش مشكلة، عيد قراءتها تاني وركز على النقطة اللي أنت المحورية اللي أنت قاعد بدك تدور على 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 تفسير إلها أو تستزيد بمعرفة إلها. يبقى ما فهمتش من أول مرة، عيد قراءتها كمان مرة، حتلاقي الأمور مشت معك. Get into question asking mode، get used to doing peer review، يعني جيد إنه أنت إذا ما فهمت الشغلة يعني تواصل مع ناس في نفس تخصصك واسألهم. Just because it's published does not mean it's right، خد بالك مش بالضرورة انه scientific paper ما دام انه انتشر يبقى معناته هو صحيح، مش بالضرورة. هو انتشر لانه الريفيورز اللي في الجيرنال او المراجعين وافقوا عليه، وجدوا انه ضمن المعايير اللي طرحتها المجلة، لكن هل هذا لا يعني بالضرورة انه scientific paper صحيحة؟ هل هذا لا يعني بالضرورة انه كل معلومة او النتائج او الانتربريتيشن اللي ذكروها معناته صحيحه؟ هذا لا، مش بالضروره، فانت لازم تكون هذا الكلام فاهمه. عشان كده قال لك ايش نتبك، يعني اعمل انتقاء للسنتريك بيبرز وانتقاء للجيرنالز اللي انت بدك تاخذ منها المعلومه. move beyond the text of paper، talk to other people about it، اتكلم مع ناس عن هذا، لأنه حديثك مع الناس المتخصصين في نفس مجالك حول بيبر معين بيخلي عندك رؤية أوسع من البيبر نفسه، بيخلي عندك رؤية ما بعد البيبر، وبالتالي تلاقى هالأفكار مع الحديث والحديث مع الناس في نفس المجال الطبي هتلاقيه إنه يعني أدلك يعني رؤية أوسع من الرؤية اللي أنت أخذتها بعد قراءتك للبيبر مباشرة. ريد كومنتاريز، شوف ايش التعليقات اللي على البيبر، لان المجله بتنشر تعليقات الناس القراء على البيبر. كونسلت ديكشناريز، تكست بوك اونلاين، ابحث عن مصادر يعني تعزز معرفتك باي او اي استفسار بما يخص البيبر، زي المواقع الانترنت الطبيه، الفيجرز والتكست بوك والديكشناريز وما الى ذلك.
بقول لي هنا don't give yourself very much time. One of the best way to break down barriers to reading heavier paper is to sit down 20 minutes before some other appointment absolutely determined to figure out. يعني هنا في نصيحة بيقول لك إنه بما يخص هذه النصيحة بما يخص الهيفي بيبرز. إيش يعني الهيفي بيبرز؟ يعني البيبرز الكتيرة الكبيرة، البيبرز اللي تحتوي على معلومات دسمة، البيبرز اللي فيها ريزلت كبيرة، البيبرز اللي فيها الميثودولوجي واسع. هيفي بيبر يعني بيبر تقيلة. بيقول لك إنه الأفضل طريقة إنه أنت يعني تقرأها وتمنع أي حواجز تعيق فهمك إلها، إنه أنت تاخذ لك تقريبا 24 دقيقة تقرأها بشكل مسترسل. وهذا كلام ما احنا حكيناه، انا بقول لك to figure out what this paper about، هذا الكلام حكيناه اللي هي قصة السكيمينج اذا بتتذكروها. وبالتالي هذا قصة السكيمينج بالذات يعني مهم جدا بما يخص اللي هو الهيفي بيبرز. فانت خذ لك يعني وقت، اعمل سكيمينج، اعمل شوف البيبرز على ايش بتتكلم، حتجد انه بعد هيك تخش في القراءة المفصلة. Read paper when you are، هذا نصائح برضو. Read paper when you are awake and interested in reading. ما تقراش البيبر وانت نعسان او انت مستعجل او انت مرهق وتعبان. اقرا البيبر وانت مرتاح ومستعد للقراءة وحابب ومهتم انك تقرا وحابب انك انت تقرا. فهذه اللحظات اللي بتمر عليك يعني استغلها في القراءة الاطلاع. If you are going to break up a paper and read it over several days, be sure to summarize before continuing the each day. إذا أنت بدك تقرأ البيبر وفي أيام متعددة مش هتلحق تقرأ في يوم واحد لانشغالك، كل ما تقرأ في يوم وبدك تنتهي وتأجل باقي القراءة ليوم الثاني، حط نوتس على الأشياء اللي أنت قرأتها عشان ما تتوهش وتكمل بعد ثاني يوم. If you are interested in a subject, consider starting database. إذا أنت مهتم في موضوع معين وبديت بدك تأخذ معلومات، ابدأ اعمل عندك أرضية للداتابيز أن تنطلق منها. ما تجمعش داتا متقدمة وبعدين ترجع لداتا أولية، اعمل داتابيز starting database وابدأ ابني معارفك، يعني زي ما بيقولوها طوبة طوبة. Imagine yourself teaching the paper or figure to classmates. هذه كمان مهمة جدا أخواننا، إنه أنت إذا أنت لما قرأت scientific paper تخيل نفسك إنه أنت بدك تقف أمام طلاب وأنت مدرس وبتشوف عمال بدك تدي محاضرة في هذا البيبر. هذا إعادة شرحك وأسلوبك للscientific paper أمام الناس أو تتخيل إنك أنت أمام الناس، هذا بيعطيك فهم وطريقة جيدة لفهم البيبر، وهذه طريقة يعني طبعا مجربة وفعالة. إذا أنت هذه عند الشريحة هنا إحنا يعني بننتهي من الجزئية الأولى من المادة، وإحنا إن شاء الله بعد كده حنتواصل معكم بخصوص إعطائكم بعض scientific papers عشان تقروها وتلخصوها وتعملوا لها تمبليت ويتم ارسالها لنا. حنتواصل معكم ما يخص هذا الامر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.